هي 18 متر ضربت عركت عليها، انا مطلقه عندي جوج الوليدات، ضربت على هذيك 20 6 مليون ونص وشريت 18 متر. في الاخر اللي تيقولوا لك غنحيدوها لك، البارحه انا تنطلف فيهم قلت لهم اللي طيحتوا لي الحيطه غنبات في الزنقه، وليداتي صغار، انا مطلقه عندي جوج الوليدات، فين غنديهم؟ من غدا فين غنديهم؟ من اليوم ولا قولوا من غدا فين غنديهم؟ يلا شردونا هاد الناس، والله الا شردونا، ما داروش لينا حتى الحق. انا شاريه بستة ونص، عاطيني ربعه، ما وصلتش حتى باش عركت عليهم، هذاك الشيء اللي عركت عليه ما وصلتش ليه. يلا من غدا فين غنمشي انا وولادي؟ هما تيقراو صغار، فيا كلشي، انا فيا امهم، فيهم باهم، فيهم كلشي، هاد الناس كلشي هنايا كلهم مضرورين، ماشي غير انا. وتيهدونا بولادنا، قال لك لا هذوك اللي هضروا على حقكم غادي نديوهم للجدارميه. علاش غيديوهم؟ ما يعتقلوهمش، تيهضروا على حقنا، لا هما مزيانينش هاد الناس، حنا ولادنا معاهم، حنا ولادنا معاهم، حنا غنموتوا معاهم، ما حالاتنا هذوك، ما عندناش فين نمشيو، الا بان لكم فين نمشيو ديونا صافي، ما عندناش. خويا حنا هنا من 2000 وانا شاريها الدار، شاريها ب 6 ملايين وصلحتها ب 2 ملايين، واليوم كنتفاجئوا شي عامين دابا جاو عبروا لنا قالوا لك فيكم لوطوروت، غتخرج لوطوروت فيها لا راه فيكم الطريق، من ثم ما بقاوش جا عندنا شي واحد نهائيا، حتى الاول البارح جا عندنا القايد قال لنا راه تجي عندكم اللجنه، فرحنا قلنا راه يديروا معنا شي حل زوين، وتا حنا مع المصلحه مع الطريق مع كل شيء، حتى واحد ما كره يعيش في هذا البرارك ولا يعيش في الديور العشوائيين. فتفاجئوا بالغد اللي جات اللجنه جايبه معها القوه والسلطات كامله جايه معنا باش يريبوا لنا الصحه، قال لك عادي نجي تقبلوا هذا الشيء اللي قلنا لكم، وكي قبلتوك ما قبلتوش عاد نريبوا لكم الصحه، بداوا بواحد الصور لهيه. شحال عطاوكم؟ بالنسبه لي انا والوالده محصيين عاطينا 2 ملايين. هذا التعويضة، اشنو عاد يدير لي انا 2 ملايين؟ فين غنمشي؟ فين غنكري؟ وديالاش؟ يلا راه واحد كونجي كيشدوا فيه 2 ملايين. انا باش نعيش هاد الوليدات، عندي 3 الوليدات، فين غنلوحهم؟ وعيشونا في الرعب، البارح واليوم حنا في الرعب. ما كاين، ما قطعوا علينا الماء، وقطعوا علينا الدوكيل الدولي الماكن. وكاين الناس هنا ادرا وجدوا عافا، هو بحال هذا الراجل هذا. عنده بنيته مريضه خاصها بيت خاص بها، هي عنده بنت معاقه وما عندوش حتى العشاء، وعندي الدريه معاقه 60 متر مضاليه مصيبه، عاطيني فيها 5 ملايين، هاد 5 ملايين اش غادي دير لي؟ يلا وعندي الدريه معاقه، ها هي تشوفوا فيها، ها هي ها هي دوما ما بنتي، يا 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 ها هي ها هي شتيها، ها هي دريه معاقه، هادي عندها بيت بوحدو خاص، ملي هذيك عطاوني هذيك 5 ملايين اش غادي ندير بها؟ انا معاشو كنديرها في السويقات، امي كنبيعها للميك، الناس كاع كتعرفني، كلشي كيعرفوني، وفين غادي نمشي اخويا هذ 5 ملايين اش دايره ليا؟ يلا كنبيعها القفو الميك، كنبيعها القفو الميك في الصباح. بناء على طلب مؤازره ديال هاد الساكنه، احنا كمنظمه وطنيه لحقوق الانسان والدفاع على الحريات بالمغرب، كرئيس بها باقليم مديونه، كنستنكروا هاد الامور هادي اللي يعني وصلوا بها هاد الناس هادو، لان كنعرفوا كتكون الامور قانونيه، كتكون احكام، كيكونوا انذارات، كيكونوا بزاف ديال الامور، كيكون محضر ديال الاشعار بالقوه العموميه والساعه والتاريخ. فاذا بنا كنتفاجئوا بحال حنا في الغابه، حنا الحمد لله في دوله الحق والقانون تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله الله ينصرو، كنشوفوا واحد العداد ديال السكان اللي هما الان يعني عرضه للتشرد، فين غادي يمشيو؟ شفنا كما غادي تشوفوا معنا ناس هنايا دايرين يعني كيترزقوا الله في الفلاحه، كنشوفوا واحد الحاله اللي هي هنا في هذا الدوار، حتى هي بداو بها هي الاولى، للسيد عنده واحد الكوري ديال البهايم، عنده كيترزق الله دير الابقار ديالو، فين غادي يديهم هاد الاغنام هادي؟ وفين غادي يمشي بهذا الشيء؟ حنا كنستنكروا هاد الامور كمنظمه حقوقيه الدفاع عن حقوق الانسان، حنا كناشدوا الجهات المسؤوله باش تاخذ بعين الاعتبار المعاناه والمأساة اللي كيعيشوا هاد الناس كباقي دوار الرمليه كباقي امور اخرى.
هنا معنا واحد الحاله اللي قبل ما نبداو التصوير. نعم الا سمحتي لي. نعم معنا حاله ديال واحد الشخص اللي هو كذلك وصلوا الهدم، اللي عنده عرابه مجروره كيترزق بها الله، حتى هو اصبح يعني ممنوع يتجول في شوارع الدار البيضاء كما تابعته عبر بعض القنوات. يعني واحد الانسان مشى ليه مصدر الرزق ديالو، ما تعودش فيه، ما كاين حتى شي حل، جا الدار ديالو غدا تريب حتى هي. واش هاد الناس غيديروا مصنقه؟ واش هاد الناس ما غادي يفرشوا الارض ويتغطاو بالسماء؟ الناس نعرفوا ان سيدنا الله ينصره الله يطول عمره كيعطي من ماله الخاص باش الناس تعاود الهيكله ديالهم. وحنا في هذه المنطقه ديال سيدي حجاج او تيط مليل، سيدي حجاج عرفات واحد المجموعه ديال اعاده ايواء دور الصفيح في مدينه الدار البيضاء اللي كتجاوز 3500 اسره حسب المعلومه اللي عندي. وكيفاش حيدنا الكريانات من وسط المدينه وعطينا الناس اعاده الهيكله، وهاد الناس اللي عاشوا هنايا ما يستافدوش. يعني تنتمنى من الناس المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه الحالات هذه، لان الدستور المغربي كفيل بهذه الامور والقانون كذلك. حنا ما تنسمحوش شي حد يجي يدير البلطجه ولا يرهب الناس. حنا كما قلنا المواطن القانون ديالو محمي دستوريا وقانونيا. فتنتمنى غدا ان شاء الله يكون شي حل، وحنا كنوجهوا كذلك رسالتنا باش يعطي ولاد الناس مهله باش يدبروا الاحوال ديالهم، لان ما يمكنش بين عشيه وضحاها نجريو على الناس الى المجهول. فهادشي اكيد ما هادشي تيسيء للبلاد بكل صراحه. كيفاش المغرب غادي ينظم كاس العالم وحنا كنشوفوا هاد المواطنين تيتشردوا تيخرجوا برا، وكنشوفوا امور اللي عكس توجهات ديال سيدنا الله ينصرو. ان اكيد ولليقين ان سيدنا ما غيبغيش هاد الامور، وهذا الشيء راه كيسيء للوطن ديالنا. وكنتمنى باش يرجعوا الحسابات ديالهم المسؤولين ويحاوروا الناس ويلقاو لهم حلول. وحنا مع التنميه وحنا مع يعني الاستمراريه في الازدهار ديال هذا الوطن الحمد لله، اللي غادي يوم على يوم حنا تنتنماو. ولكن للاسف كنعاودوا نشوفوا هذا، انا بحال شي كواليس ولا بحال شي كنحلموا ولا ما عرفتش شناهو، باش نشوفوا بحال هذه الامور اللي فعلا كيستنكرها الجميع. وشكرا لكم. انا جيت اخويا شي 18 عام ولا 19 عام وانا هنا، عندي جوج وليدات صغار، ودابا كانت عندي العرابه وجيت لقيت محل غريب، زيت العرابه صيفطت للدكاله عند والديا. تصنت اخويا حنا نيت العربات غيحيدوا من قانونكم، تصنت من قانونكم غتحيدوا العربات. انا حيدتها تركتها، انا بجيت لقيت محالي، انا بغي ندير عصويقات طال مع الشوق، بغي نضرب عسل على الناس ونهزل مصنيطقات، ولا قسم الله نعيش بها وليداتي وندوس بحالاتي. طب وتانا كان عطوني تعويضات 2 مليون قل 20,000. اش غدير لي 2 مليون قل 20,000؟ هي عطوني 2 مليون قل 20,000، اش غدير لي 2 مليون قل 20,000؟ وانا عندي جوج وليدات باقيين صغار، وانا طالع عليا ب 9 ملايين و 10 ملايين باش طالع لي. انتوما شريتو بشحال شريتي انت؟ شريت سيدي ب5 وطلعت عليا بشي قول شي 10. شي 10 والبريك والغالي والحديد غالي وكل شيء غالي. صبرنا شي 19 عام هنا. اللي دابا خرجوكم الصباح ما عندكش فين تمشي؟ ما عندي فين نمشي، نمشي دابا للمرشي والخدم، ونمشي مع الناس السواقه نعاونهم ونجيب حالات. لا السكنه، السكنه راه السكنه قال لي فيها السكن ديالك. السكن السكن ديالي هو اللي ليه، هو اللي بغا يطيحوا لي، هو اللي غيطيحوا لي. ما بالي فين غنمشي انا، ما بالي فين غنمشي انا. حولت حويجاتي قال لي حول، راه غدا جريبو، راه حولت حويجاتي عاد نتساب. ما عندي فين غنسكن. انا ساكن من 90 وعندي وليدات هنايا، وعندي واحد المي حيل انا وولادي. والبارح جا عندنا القايد قال لكم غادي تخويو، جا جا القايد والباشا وداك الشيء اللي غادي يبداو يقيدو. قال لي ودي عندك 2 مليون، قلت له ودي هادشي راه ما خدامش لينا، راه ما قابلينوش. قال لنا غادي تقبلوه، ولا ما قبلتو اليوم غتقبلو غدا. قلت لي ما دار المنكر هذا، اللهم انا هذا منكر، ماشي حق هذا.
واش حنا الدار العيانه طالع على مولاه ب 8 ب 10 ب 11 وانتم كتقولوا لنا نعطيوكم جوج، هاد الجوج اش غنديروا بهم؟ كريو بها. قلنا لهم نشريو في العشوائي، قال لك العشوائي ممنوع. فين غنمشيو؟ واش غنديروا بها؟ حنا وانا وولادي وولاد ولادي جوج مليون. اه يعني تقريبا جوج، هذا هو البلافون اللي داروا معاه مزيان ثلاثه كاع، لا ما قصروش كي. انا بغا يشري اخويا في العشوائي هذيك الجوج راه ما غاديش. اه هذا هو المشكل. وحنا كنطالبوا يعطيونا سكنات، والله يرحم الوالدين، حنا ما هربانين حتى لشي عيب. حنا راه ولاد القانون وولاد الحق، عما يضيعوناش ويتعداو علينا، وهذا الشيء اللي بغينا حنا. غادي نصبحوا ناعسين في الشانطي ولا بجنب العرسل، يا صاحبي ما عندنا لا بلاد لا والو، والله مطالع وراهم مطالعين بينا، وكلشي الوريقات وراه الخلق ديالنا وكلشي مطالعين به. ما كاينش شي واحد عالمين عليه عنده شي بلاد شي محل شي سلطه. انا عندي ثلاث الوليدات ساكن مع الدار، الوالد مريض والوالده عيانه، جاو عندنا الحقوا بداو كيريبوا بداك الشيء، ما تشاوروا مع حتى واحد، حيدوا الماء داوهم قطعوا لنا الماء داوه، كرفصونا مزيان. ودابا خويا عاطينا بهذيك الدار 40 متر وقال لك 14 مليون، واش غادير لك 14 مليون؟ انا 25 عام وانا مجوج هنايا. دابا خويا حقرونا هاد الناس ماشي حشومه، هاد الناس بزاف داروا لنا حقره، شارين برزقنا من عند مول الارض، يعني كاتبين معاه كاتبين معاه كلشي مريقلين معاه. حتى واحد ما عند من درتو مع العدول ولا عند المحامي ولا عند العدول؟ اه دابا هاد الناس السيدي هادو بحال قلتي فين في شارع الشجر. لا صافي لا ما تكرر السميه ديالك. بحال هاد الناس هادو سيدي اش قلتي اش بغاو يديروا؟ بحال دخلوا صحه عنف، ماشي شي حاجه يجيو يتفاهموا معاك، يجيو يقولوا لك الناس ونعطيكم واحد المهله واحد عام واحد عامين. لا هادو بحال قالوا لنا بحال ردونا بحال الحمير حاشاكم، الرزيد حي الدور حي الجوقه، فهمتي؟ هادو بحال قلتي السلطه ما مكلفاش بداك الشيء ديال مزيان، خصك دير معنا مزيان مواطنين بحال بحال مواطنين، ما كانش مواطنين يكونوا هما. ها المواطن راه حنا اللي مسيرينهم، حنا اللي معايشين معانا، وحنا اللي انا وهذا السيد هو ما خدام، انا ما خدامه. ايوه وجاوا سيدي هاد المولين وعطاونا جوج المنيول، على جوج المنيول سيدي اش غدير لك؟ خديشو دابا نتوما خديشو دابا ما عطاوناش ما شناش والو، قال لي غتاخذ جوج المنيول. قلت له وجاوا سيدي هاد المولين كلشي هاد المولين وقال لنا خرجوا برا كنديروها بهيمات، ودوك البهيمات ملي طلعنا حنا للعمل البارح جيت لقيتهم كاع كلشي هاد مولي كلشي هاد مولينا حوايجاتنا مليوحين في الزنقه. والو ما كاين حتى واحد اللي غادي يعطيونا باش نشريو ولا يعطيونا محلات ولا يريبوها لي نشريو ويعطيونا سكينه يعطيونا محلات باش نكونوا والله يعاونهم، حيت جاو لقاونا ساكنين ماشي لقاونا في الزنقه من 90 وحنا هنا. الناس عطونا كيما عطيتوا لهاد الناس، راه حنا 40 عام وحنا هنا. جاو لينا جاو لينا وهدونا، بغاو يريبوا علينا محيلاتنا وما عطاوناش التعويض اللي بغينا، عطينا جوج المليون ما كاملاش. كيقول لي كيقول لي خرجي وليداتك، لما خرجتي مش غنطيحها فوق منك. الناس مسولين باشا باشا المقدم القايد شنقولوا لي جايبين معهم الشرطه، راه حنا بغاو يشردونا الزنقه، راه حنا مشردين حنا ولادنا في الزنقه، راه حنا مضرورين كلشي. هاد الناس اللي كتشوف فيهم راه مضروره، راه حنا البارح ما جينا من العماله حتى ل 12 ديال الليل وجايين على رجلينا مغامرين بعمارنا وبوليداتنا، راه عيب وحشوم، راه حنا خوتهم مواطنين، راه ما جيناش خارجين المغرب يحسوا بينا، راه حنا مواطنين.